بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الليلة المباركة، ليلة الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، عيد الولاية الكبرى التي تم فيها تنصيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لولاية وخلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نبارك لكم ولكل الأمة الإسلامية بل للإنسانية جمعاء هذه الولاية الإنسانية الإلهية. موضوع حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم أفكار حرة أعزائي المشاهدين يسلط الضوء على وكر من أوكار الموساد الصهيوني التي اعتادت الدس في المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، التي اعتادت التضليل واعتادت الفتن وإثارة الفتن واعتادت إثارة الحروب والنعرات والتفرقة بين أبناء الأمة الإنسانية ككل. هذه الأوكار نختار منها وكرا مهما له مدة من الزمن منذ أن تأسس منذ الخمسينات وهو يشتغل ولا زال يشتغل. خطورته تكمن في أنه يخرج لنا أشخاص أو شخصيات يدسها في عالمنا الإسلامي لتبث لنا الانحرافات وتبث لنا الخلافات وتبث لنا الفتن، وهذا الوكر يسمى باسم جامعة تل أبيب الإسلامية. هذه الجامعة التي حملت عنوان الإسلام ولكنها هي في الواقع لضرب الإسلام. يسعدني ويشرفني في هذه الليلة أن أستضيف معي من فلسطين الحبيبة الأديب الفلسطيني والأسير المحرر الأستاذ الفاضل وليد الهودلي. الأستاذ وليد الهودلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجنا أفكار حرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل التحيات لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا دكتور أستاذ وليد، وأنتم القريبون من تلك الدولة التي هي الدولة المزعومة في الواقع، وهي مجرد كيان يريد أن يجعل لنفسه موطئ قدم في قلب الأمة الإسلامية ألا وهو إسرائيل، وعايشتم لمدة طويلة هذا الكيان وتعرفونه ربما عن كثب أكثر منا وأكثر من سائر المسلمين في البلاد الإسلامية. ماذا تعرفون عن هذه الجامعة، جامعة تل أبيب الإسلامية، وما الغرض من تأسيسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني أريد أن أنوه عن فكرة الجامعة. نعم، فكرة الجامعة هو عمل دائم لاختراق الأمة العربية والإسلامية بطريقة فيها دهاء وفيها مكر وفيها كثير من التزوير. طبعا هم يصنعون ذلك بهذه الجامعة وبغيرها من الأنشطة ومن الأمور التي يحاولون فيها اختراق صفوفنا والتخريب في هذه الصفوف بطريقة فظيعة. مثلا فكرة المستعربين، المستعربين هؤلاء فرقة تلبس لباسنا وتتحدث بلغتنا وتقلد تقاليدنا وأعرافنا وتدخل المجتمعات الفلسطينية والعربية وتقوم بمهام أمنية. نعم. تقوم بتصفيات، اغتيالات، تقوم بضرب بنى تنظيمية. يعني هي عمل من أعمال الجوسسة واختراق الصف بطريقة ممنهجة وبطريقة متقنة ومتعوب عليها كثير. هم يمارسون ذلك الآن في المجتمع الفلسطيني، يمارسون ذلك في داخل السجون، في غرف وفي تسمى أطلق عليها مصطلح العصافير. هؤلاء يتعلمون لغتنا، يصلون، يخشعون في الصلاة، يمثلون الدور الديني والوطني
بشكل كبير جدا، حتى يخدعوا كل من يأتي عندهم نعم ويستطيعوا أن يصلوا إلى الأسرار الموجودة. الآن نعم الجامعة انطلقت من هذه المنهجية، من منهجية الاختراق الأمني، نعم فهذه الجامعة هي فقط لليهود، نعم تقوم بتدريس مساقات دينية بشكل يعني عميق وواسع، ومن خلال منظور صهيوني، طبعا خلال نعم منظور صهيوني، لأنه بيبنوا الشخصية بناء لخدمة الموساد، الموساد اللي هي يعني مخابرات إسرائيلية تعمل خارج منطقة فلسطين في العالم العربي والإسلامي. فهو يقوم بفهم الدين والقدرة على أن يتحدث دينيا للناس، ويحمل الهدف الصهيوني في عدة أنشطة، منها مثلا الفتنة بين المسلمين، نشر الفتنة والفرقة، منها مثلا حمل الدعاية الصهيونية، محاربة الخط المقاومة، وتدعيم خط التطبيع وخط التعايش، أيضا القيام بالإرهاب، التخويف من العدو الإسرائيلي، بحيث أنه أعطاه حجم أكبر من حجمه، وأعطاه هالة كبيرة في نفوس الناس، بحيث أنه يعني يستطيع أن يصل لحالة من الإحباط وحالة من اليأس في مقاومة هذا المحتل، أو في الوقوف مع محور المقاومة، ضرب أي فكرة ثورية، يعني بصدره خطاب ديني في أشياء كثيرة من الدين، لكن ما بيصل للثورة، ما بيصل لبناء الذات الثورية، بالعكس هو أبعد ما يكون عن بناء الذات الثورية، بيعمل على يعني عكس ما يريده مفكري الثورة مثل علي شريعتي مثلا. هم بيعملوا بالخط المعاكس، بيعملوا على التخدير وعلى إنتاج دين، هذا الدين في كل شيء إلا الثورة، يعني دين ضعيف، دين ما في قدرة إنه يخرج روح ثورية أو روح جهادية، أو إلا طبعا الدين الذي يخدم أغراضهم وأهدافهم. فهم بصدروا خطاب ديني ضعيف، بيعملوا على نشر المقولة الإسرائيلية، السردية الإسرائيلية، بطريقة يعني بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون، وبالطريقة التي يعني يتم التدرج فيها وبناء مجموعة أفكار، بحيث تصل في النهاية إلى أنه دولة الاحتلال هي كيان، الاحتلال هو كيان طبيعي في المنطقة، ممكن التعايش معه، ممكن التطبيع معه، وممكن إحنا مد جسور التعاون بين الشعوب العربية والإسلامية وبين هذا الكيان الصهيوني. نعم لذلك هم يعني في هذه الجامعة بيصنعوا دين على مقاسهم، دين على أهدافهم، بالشكل التي تخدم هذه الأهداف وتخدم هذه الغايات الاستخباراتية الأمنية التي تتماشى مع الموساد الإسرائيلي. نعم إذا نحن أستاذ أمام جامعة، عندما نتكلم عن جامعة يعني عن مشروع ثقافي، مشروع تعليمي، مشروع أكاديمي، على خلاف ما ذكرتم أنتم ربما المستعربين لهم طرقهم ولهم ميادينهم الخاصة. نحن نتكلم الآن عن هذا المشروع من الناحية الثقافية والتعليمية وحتى الدينية، لأنهم كما تفضلتم يصوغون الإسلام صياغة جديدة وفق نظرتهم ووفق منهجهم ووفق أهدافهم الصهيونية طبعا. فالوسيلة في تحقيق هذا الغرض وهو تحريف الدين الإسلامي في أنظار المسلمين، هل هو تركيز على شخصيات تقوم هذه الجامعة بتدريسها وتكوينها وتثقيفها وإعطائها حتى شهادات لتتخرج فيما بعد لترويج هذا الدين منحرف أو المحرف؟ نعم هذا صحيح، هم بيبنوا شخصية تحمل الدين الإسلامي، لكن نتيجة هذا الدين تخدم أهدافهم، يعني الدين الذي ينسجم
مع الأهداف الصهيونية من خلال منهج تفكير. يعني هم بيزرعوش أشياء بحيث إنه هذه الأشياء تظهر بشكل واضح إنه هذا الإنسان يعارض الدين، لا، هو يظهر أنه يحمل الدين، وأكثر الناس تمسكا في الدين، وينظر للدين بطريقة قوية وعميقة، ويعني يأتي بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ويحمل خطاب ديني. يعني هو ضرب الدين من خلال الدين، ضرب الدين من خلال الدين، من خلال خطاب ديني مخالف للخطاب الديني، خلينا نقول بين قوسين الثوري، الخطاب الديني الذي ينتج حالة من التغيير، حالة من الوقوف في وجه الاحتلال، في وجه الظلم، في وجه الفساد. الدين الذي يغير والذي يجعل للحياة منهج متكامل بحيث يصلح كل شؤون الحياة، يصلح البعد التربوي والاجتماعي والسياسي، لا، هم يريدون دين فقط نعم يتحدث عن جوانب معينة. هذه الجوانب لا تصطدم أبدا مع المشروع الصهيوني، بالعكس تجدهم يقفون في وجه أي فكر مقاوم، أي فكر مقاوم للمحتل تجدهم في الخندق المقابل لهذا الفكر، طبعا ضمن مسوغات شرعية. وهذا الخطر، هذا الخطر في الموضوع. لما تجد خطيب مثلا، على صعيد المثال، خلينا بلاش يظل حديثنا نظري، أجيب مثال، لما تأتي لخطيب جمعة مفوه أو خطيب من أكبر المنابر ويسوق على أنه لا يجوز الوقوف مع غزة، ولا يجوز الوقوف مع فلسطين إلا بإذن من ولي الأمر، وولي الأمر مثلا معروف أنه لا يعطي اعتبار للروح الجهادية في الإسلام، وإنما يعطي اعتبار للسياسة الأمريكية في المنطقة. وبالتالي أنت تجد هذا الخطاب ينسجم تماما مع الإرادة الأمريكية في المنطقة، أو الإرادة الإسرائيلية الصهيونية. يعني مثلا على صعيد المثال، بدي أضرب مثال هيك واضح، نعم إنه أيام أفغانستان والمجاهدين الأفغان كان في خطاب ديني قوي جدا لدعم المجاهدين الأفغان وللوقوف معهم بالمال والشباب والطاقات الكاملة. لكن مثلا نفس هذا الخطاب الآن هذه الأيام لا يفعل ذات الفعل مع فلسطين. لماذا؟ لأن الإرادة الأمريكية كانت تريد أن يقف الشباب المسلم والطاقة الشبابية والروح الجهادية تقف مع أفغانستان. هناك الإرادة الأمريكية تريد ذلك، لكن هنا الإرادة الأمريكية لا تريد أن تقف مع فلسطين. لذلك نجد خطاب آخر بثقافة دينية تلاقي قبول عند كثير من الناس، لأنه يستشهد بآيات وأحاديث ويأتي بنصوص شرعية ويسوق ويصدر خطاب للناس بحيث يبتعد الناس عن الوقوف مع قضية فلسطين، مع قضية القدس. لماذا؟ لأنه واضح أنه في سياسة عامة لا تريد ذلك، في أجندة معينة توضع لهذا الخطاب بحيث هذا الخطاب يخدم هذه الأجندة، بعيدا عن الأجندات الإسلامية الحقيقية والأجندات الوطنية التي تخدم القضايا المهمة في العالم الإسلامي، خاصة فلسطين كقضية مركزية. لذلك هم بطريقة منهجية نعم بيعملوا على ضرب فكرة المقاومة. واحنا تفضلت انت، المسألة فيها بعد ثقافي. اكيد احنا بنعرف انه الثقافة عندنا مقاومة، نعم الثقافة في هناك ثقافة المقاومة التي تدعم الروح التي تواجه المستعمر وتواجه الاحتلال. هذه ثقافة أصيلة في العالم العربي الإسلامي، ولا بد منها، وهي تنسجم مع الإسلام انسجام كامل. لكن إذا وجدنا ثقافة دينية لا تقوم بذلك وتنأى بنفسها عن ذلك، نعم نضع علامة استفهام كبيرة على هذه الثقافة. نعم إذن أنتم أشرتم إلى بعض الأمور التي يمكن من خلالها أن نعرف هؤلاء المتمدرسين أو المتخرجين من هذه الجامعة، باعتبار أنهم
يخدمون أجندة العدو من خلال أنهم يروجون للتطبيع، ربما يحرمون الجهاد والمقاومة في فلسطين، بينما يحثون ويحضون ويحرضون عليه في أماكن أخرى كما تفضلتم في أفغانستان، وشفنا بعد ذلك في سوريا والعراق. هل هناك أيضا بعض المؤشرات التي تبين وتوضح لنا هؤلاء؟ لأن الهدف من البرنامج هو تسليط الضوء على هؤلاء المتخرجين الذين هم الآن لا شك ولا محالة لهم يعني وجود في الشارع الإسلامي وفي الدول العربية والإسلامية وحتى الأوروبية، يروجون لهذه الأفكار. يعني بتصور من أهم المؤشرات إنه نسأل أنفسنا من المستفيد من هذا الخطاب؟ هناك خطاب ديني، إذا وجدنا إنه المستفيد من هذا الخطاب أعداء الأمة الإسلامية، فمن حقنا أن نضع علامة استفهام كبيرة على هذا الخطاب. الخطاب الإسلامي هو خطاب وطني بامتياز، هو خطاب أصيل بيحقق الهوية الثقافية المسلمة. الهوية الثقافية المسلمة تنسجم مع قضايا المسلمين، تنسجم مع العدالة، مع الحق، تواجه السياسات الاستعمارية، تواجه ثقافة المستعمر. كل مستعمر له ثقافة. اليوم احنا مثلا في يقولون الحداثة، مثلا الحداثة بالمفهوم الغربي هي العقل المتماهي مع القوة بعيد عن أي مرجعية دينية. فلما نجد انه هذا الخطاب الديني لا يواجه السياسات الاستعمارية ولا يواجه ثقافة المستعمر، بالعكس ينسجم معها ولا يعطيها أي اهتمام، هنا في علامة استفهام كبيرة. كذلك في مفردات مهمة جدا في الحياة الإسلامية، في قيم مثلا قيمة الحرية والسيادة والاستقلال والهوية الثقافية المستقلة، الكرامة، كل هذا في محل سؤال. إذا كان هو لا يطرح هذه القيم، لا تجد في خطابه كلمة حرية، لا تجد في خطابه كلمة استقلال وطني ولا سيادي ولا مواجهة سياسات استعمارية ولا مواجهة الظلم والفساد والظالمين والفاسدين والحكام الظلمة وما إلى ذلك. هذه الأمور لما تكون غير موجودة في خطاباته، طب ماذا تبقى في الدين؟ الدين بدوش يغير الظلم، بدوش يقف في سياسات في مواجهة السياسات الاستعمارية. إذا الدين بدوش يقف في دعم الثقافة الوطنية، دعم البضائع الوطنية، دعم الاقتصاد الوطني، دعم الروح الإسلامية، الروح التي تنبع من هذه الأرض، تنبع من المقدسات الإسلامية. طب ماذا تبقى في الدين؟ صحيح. هناك مشكلة كبيرة في المصطلحات والمفردات التي يستخدمونها بعيداً عن المصطلحات والمفردات التي يعطيها ويوليها الخطاب الديني الأولوية الكبرى، فتجدهم يهمشون هذه الأمور بعيداً عن جوهر الخطاب اللي بيقدموه للناس. نعم أستاذ وليد الهودلي. وينضم إلينا الأستاذ إلياس الهاشم، الكاتب والشاعر من لبنان. أستاذ إلياس، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا أفكار حرة. الصوت أستاذ، افصل السماعة أستاذ. لا هيك مشي الحال؟ نعم مشي تفضل. مساء الخير، آسف على التأخير لأنه بتعرف التقنيات عنا شوي مش كتير منيحة. نعم مساء الخير أستاذ وليد من المشاهدين. إذا كنت سمعت السؤال أو أعيد يعني لا عفوا، لحد الآن ما سألتك. صحيح، أنا رحبت فقط بجنابكم الكريم. برنامجنا كما تعلمون حول هذه الجامعة التي تدعى بالجامعة الإسلامية في تل أبيب، يعني كيف ترون هذا الجمع بين هذين النقيضين، جامعة إسلامية في تل أبيب؟ يعني
لا غرو في ذلك، فالموساد يفعل ما يشاء. نعم أنا لا ألوم الصهاينة بأنهم يفعلون ما يشاءون، وهذا ديدنهم، نعم ولكن أنا ألوم نحن المسلمون في العالم والمسيحيون، كيف نقبل بهذه الأمور؟ يعني جامعة إسلامية في تل أبيب مغلقة، لا يدخل عليها إلا يهودي يعلمون فيها التعاليم الإسلامية، يدرسون فيها الشرائع الإسلامية، يخرجون مفتين نعم ودعاة في الإسلام. من هذا المنطلق يجب أن نعي حقيقة نحن نعيشها دون أن ندري، بأن هناك مخطط لقتل الإسلام، لقتل القيم الإسلامية، نعم لتشويه الإسلام وانحرافه عن خطه المستقيم. يعني الإسلام دين السلام ودين المساواة والأخلاقيات، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله. نعم هذه الجامعة وأتباعها ومعلميها وأساتذتها يعملون بكل جهد على التدريب، على الخطابة في اللغة العربية، يأتون بأساتذة متمرسين في اللغة العربية، نعم علماء في علم الاجتماع، علماء في السياسة، يتقنون مظهرهم ولحاهم وغيرهم، يعني ما يسمى بالشكل الديني، نعم يتعبون عليهم، يعلمونهم كيف يتواصلون مع الإسلام، مع المسلمين، وبأسماء مستعارة وبأسماء تأخذ المنح الديني الإسلامي، ويبثون سمومهم فيهم. هذه حقيقة سيدي. جامعة تل أبيب الإسلامية تأسست في الخمسينيات، وهي من الخمسينيات تعمل على تخريج دعاة مسلمين يزرعون الشقاق والفتنة بين المسلمين والمسلمين، وبين المسيحيين والمسلمين، وبين المجتمع، يضربون القيم. هذه مصيبة كبرى نحن نتلقفها ولا نكافحها. كيف نكافئها سيد أستاذ؟ الكريم، سيد الكريم، أنا لا ألوم عدوي ماذا يفعل، ولكن ألوم نفسي أنا كيف أنساق مع هذا العدو بما يصدر لي. كما نحن اليوم نعيش المدنية المزيفة المخنسة التي يصدرونها لنا اليوم الغرب، ونحن شعب عاطفي نؤخذ بالكلام والعاطفة. كم كلام من عاطفي على الدين وعلى الشريعة نأخذ به ويكون خلفيته مزورة، يسقطون الخرافات ويسقطون الأساطير ونحن نصدقها. يؤلفون الكثير من الأخبار عن الرسول الكريم وعن الأئمة وعن الصحابة وهي ليس لها أي أصل وليس لها أي شأن، ويقولون أنها هذه جاء بها فلان وجاء بها فلان. يا أخي، هذه إنتاجهم، هذا إنتاجهم وديدنهم وتزويرهم. والتأكيد على ذلك بأن يعني النماذج التي نعيشها نحن اليوم منذ العام
النكبة بال47 و48 إلى يومنا هذا نحن نعيش إسلاما فئويا لا يناصر الإخوة المسلمين في غزة وفي فلسطين. هل هذا سؤال كبير؟ وما نشهده اليوم، ما هي يعني ما هي المشكلة؟ نحن اليوم تباد غزة وتحرق عن بكرة أبيها. نعم. أين الدعاة التي كانت في الربيع العربي تقول أن يجب إسقاط هذه الأنظمة الإسلامية وهذه الأنظمة القمعية و أين هم اليوم الداعشيون الذين جاءوا لفرض الإسلام؟ هل تلمح يا أو تشير أستاذ إلياس إلى أن هؤلاء الدعاة، دعاة الربيع العربي كما سميتهم، يعني قد يكونوا من خريجي هذه الجامعة وأشباهها؟ لا، مش قد، هم خرجوا. أها. ليسوا قد، هم خرجوا، يعملوا على تخريج دعاة لضرب القيم ولضرب الحضارة الإسلامية، الحضارة الضاربة في التاريخ. نعم. يعني سيد الكريم لم أسمع. نعم، واصل، نسمعكم، واصل. يعني أنا عن أتساءل، رب سائل، هذا الربيع العربي الذي قادته هذه القيادات والدعاة والذين خربوا سوريا وخربوا العراق وخربوا ليبيا وخربوا وأتوا إلى لبنان ولم يزالوا اليوم يعيشون فسادا، أين هم؟ لماذا اختفوا؟ لماذا لا يحاربون العدو الإسرائيلي باسم الإسلام؟ جاءوا ليفرضوا الشريعة الإسلامية، من أبو مصعب الزرقاوي لألا أبو سيف وأبو فلان وأبو حفص وأبو بوفليني. أين هم اليوم؟ نعم. إخوتنا في غزة، إخوتنا الفلسطينيون يموتون جوعاً. نعم. يموتون تحت النار، يضربون دون هوادة. نعم. لم يسطر التاريخ مثل هذه المذابح اليوم. نعم. أين هم الإسلام الذين يدعون بأنهم هم بناة الربيع العربي وهم الذين سيأتون بالإسلام الحنيف وبالإسلام الذي يحقق العدالة للعالم؟ أين هم هؤلاء صنيعة جامعة تل أبيب؟ من لا ينصر فلسطين فهو خارج عن هذا الدين، كان مسلما محمديا أو كان مسلما مسيحيا. من لا ينصر فلسطين وأطفال فلسطين فهو بريء من المسيح ومن المحمد. الفلسطين هي أرض الرسالات، وأنا من هنا من منبركم أوجه تحية كبيرة جدا 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 للمطران عطلة حنا، المسيحي الفلسطيني المقاوم. أنا أوجه تحية وأقبل جراح الأطفال في غزة. نعم. أين هم الدعاة الذين حملوا الدين الإسلامي وجاءوا بالسيف وجاءوا بالقتل ووردوا لنا الإسلام بأنه هذا هو الإسلام؟ نعم. هؤلاء أخي العزيز خرجي هذه الجامعة، خرجوا هذه الجامعة وسوف تبقى، يعني لنأخذ بالعين المجردة. نعم. جامعة يهودية يمنع منعا باتا دخول أي مسيحي أو محمدي على هذه الجامعة، فهي جامعة يهودية مختصة في الشريعة الإسلامية. نعم. وما يعني وأترك لأصحاب العقل أن يحكموا. صحيح. نعم. وأترك لأصحاب العقل أن يحكموا. أخي بأي شرع تحكمون؟ يعني ممنوع أن يدخل هذه الجامعة إلا يهودي تلمودي من صنيعة الموساد، وأن لا يدخل عليها أي معلم أي أستاذ أي تقني إلا أن يكون يهودي تلمودي خاضع للموساد.
وهذه الجامعة تخرج لنا الأئمة وتخرج لنا الدعاة، ونحن نسمعهم ونصلي وراءهم ونأخذ بفتاويهم. نعم. هذه هل يقبل العقل يا سيدي هذا؟ لا يقبل العقل ذلك حتما. أستاذ الياس سأعود إليك، ولكن نتابع معا بعض، ربما هناك تقارير، هناك فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل تكلمت كثيرا حول هذه الظاهرة الغريبة، وهي جامعة إسلامية في قلب تل أبيب. نتابع بعض ما جاء منها ثم نعود. جامعة تل أبيب الإسلامية، الكلام عن جامعة تل أبيب الإسلامية يعني الكلام عن جامعة قائمة بالفعل في تل أبيب. إنها جامعة قائمة بالفعل في تل أبيب، وإليكم بعض المعلومات المختصرة عن هذه الجامعة الخطيرة جدا. قرر الموساد إنشاء هذه الجامعة في تل أبيب لتقوم بتدريس العلوم الإسلامية المختلفة. أنشئت هذه الجامعة في سنة 1956، وبدأ التدريس فيها من تلك السنة، أي منذ أكثر من 60 سنة، وهي جامعة مغلقة وليست متاحة لكل الطلاب. يشرف على هذه الجامعة الإسلامية جهاز الموساد ويتولى مسؤولية كل شيء فيها، فهو الذي يحدد المواد الدراسية ومنهاج كل مادة وأساتذة الجامعة وطلابها وفق خطة مدروسة بعناية بالغة. طلاب الجامعة من اليهود فقط، ويمنع أي شخص غير يهودي من الدراسة فيها. يتم اختيار طلاب الجامعة اليهود بعناية بالغة من قبل الموساد، ولا بد أن يكون الطلاب مرتبطين بالموساد. يدرس الطلاب في هذه الجامعة مختلف المواد الإسلامية من عقيدة وتفسير وحديث وفقه ولغة عربية من وجهة نظر يهودية، وجهة النظر المعروفة طبعا عن الإسلام. يأخذ طلاب الجامعة اليهود دورات خاصة طويلة ومركزة في كيفية الحياة بين المسلمين والتعامل معهم والتحايل عليهم وخداعهم، ويشرف على تدريبهم علماء نفس وخبراء اتصال وعلماء اجتماع والسياسة. يتخرج الطالب من هذه الجامعة وقد تثقف بثقافة إسلامية وشرعية وفقهية وعلمية من وجهة النظر اليهودية، ويكون هذا الخريج مرتبطا ارتباطا عضويا مع الموساد، ومدربا معه تدريبا استخباراتيا عاليا، وقد تم إعداده إعدادا خاصا. يجعل الموساد هذا الخريج اليهودي شيخا مسلما، ويقدم على أنه عالم كبير، حيث يعطى هذا الشيخ اليهودي اسما إسلاميا. يجهز الموساد لهذا الشيخ الخاص مكان عمله الإسلامي بدقة استخباراتية متناهية، حيث يقوم هذا الشيخ خريج تلك الجامعة بعمله الإسلامي، ويتواصل مع المسلمين ويعيش معهم ويتجسس عليهم، ويقدم كل شيء عنهم للموساد أولا بأول. يقدم هذا الشيخ الجليل لمسلمي تلك المنطقة باسم مبهم، كان يقال هو أبو عمر الشامي، أبو علي المغربي، أبو بكر البغدادي، إلى آخره من هذه الأسماء العجيبة الغريبة. يصدر هذا الشيخ فتاوى إرهابية خاصة يعدها له الموساد لتشويه صورة الإسلام الحقيقية، وقد يطلب الموساد من هذا الشيخ تأسيس منظمة إسلامية جهادية ويجند فيها أناسا مخصوصين. قد تقوم هذه المنظمة الجهادية بعمليات يخطط لها هذا الشيخ الذي غرسه الموساد في ذلك المكان. هذه معلومات موجزة عن هذه الجامعة الإسلامية التي أنشأها الموساد في تل أبيب، وما زالت قائمة تؤدي رسالتها التخريبية في العالم كله ضد الإسلام والمسلمين. نعم، إذا هذا عينة من التقارير والفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا التي قام بها نشطاء وربما قنوات أخرى. الأستاذ وليد الهودلي، أولا ماذا تعلقون عن تسمية هذا يعني هالجماعة الذين عملوا هذا التقرير أو هذا الفيديو بهذه الجامعة بجامعة الدجال؟ هي تقوم بالضبط بدور الدجال. يعني أحكي لك، هذا العمل ليس مقتصرا على فقط الجامعة، نعم، الجامعة الإسلامية هذه التي في تل أبيب، وإنما هو هناك أنشطة كثيرة تنسجم مع هدف هذه الجامعة. مثلا عندنا في فلسطين في شيء تقوم فيه المخابرات الإسرائيلية اسمه التنظيم الوهمي. ما هو التنظيم الوهمي؟ الوهمي بيجي واحد بلغة شيخ ولباس شيخ وأخلاق شيخ كإنسان عالم دين مثلا، وبيجي على بلد بيبني علاقات، بنسج مجموعة علاقات مع أهل البلد، وبقدم لهم مساعدات معينة، بيساعدهم في أمور بحاجة إليها البلد، وبعد فترة لما يحظى بثقتهم بينظم الناس اللي عندهم قابلية إنهم يشتركوا في تنظيم معادي للاحتلال، وبيمشي معهم لفترة معينة. لما يصلوا لحالة التنفيذ بتلاقيهم على طول اللي اغتيل أو اعتقل أو بسلمهم
بتسليم كامل. هذا معروف عندنا، صار اسمه التنظيم الوهمي، وكل لك بقع الواحد في تنظيم وهمي مش حقيقي. هذا صنيعة المخابرات الإسرائيلية. ولكن لا ما الذي تتوقع يستخدمه صناعته. هذا الشخص في التنظيم الوهمي؟ يعني هل هو أفكار يعني أمنية أم هو ثقافية دينية أيضا؟ لأننا نريد الجهتين معا، التركيز على الثقافة الجهتين الديني. نعم، هو الجهتين معا، يعني يتقن دور رجل الدين، وفي نفس الوقت يتقن دور رجل التنظيم، وبيشتغل على الاثنتين معا. طبعا في عندنا توعية في هذا الموضوع، وصار في نشرات كثيرة، وصار في أفلام، وصار في أدب. يعني أنا بجوز ساهمت في بعض المؤلفات الأدبية، في لي روايات في هذا الموضوع، في رواية اسمها هكذا أصبح جاسوسا، وفي رواية اسمها ستار العتمة الجزء الأول والثاني، وتحولت إلى أفلام موجودة على قناة اسمها نفحة فيلم. هذه القناة فيها عدة أفلام صار بتتحدث عن هذا الخداع وهذا الموضوع اللي ممكن يخدعوا فيه كثير من الناس. أستاذ وليد، هل أقول تتوقعون أن هذا التنظيم الوهمي يقتصر على أرض فلسطين فقط، المكان يعني الذي فيه المقاومون، أو أن حتى في البلاد العربية والإسلامية قد نجد هذا التنظيمات الوهمية؟ بالتأكيد لا يقتصر على فلسطين، لأنه إحنا الأمن جهاز الأمن الإسرائيلي مقسوم على قسمين، المخابرات اللي هو الداخلية بيشتغل في داخل حدود دولة الكيان في فلسطين يعني، وفي الموساد اللي بيشتغل خارج الحدود الكيان، لذلك هو يشتغل على الأمرين. ما في مكان ممكن يخرب فيه وبقدر يخرب فيه بخرب فيه، وبيستغل جهل الناس. أنا وربما أحكي لك رأينا بصراحة هذا الإمام بجوز الذي أمسكوه في ليبيا. نعم صحيح. أنا بقول لك بحكم إحنا في فلسطين وأيضا في لبنان في سوريا صار في وعي بحكم الاحتكاك وبحكم وجود الاحتلال وهذا الصراع مع المحتل، صار في وعي أمني. إحنا بنسميه حس أمني، يعني المواطن اللبناني الفلسطيني عنده حس أمني بيقدر وين الخلل. حتى مواقع التواصل الاجتماعي، مش بس يعني المواقع الجغرافية، بيجوا على دول العربية على الواقع وعلى ممكن المواقع. افتراقات السور بالضبط. نعم. المواقع بالضبط ممكن يكون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعمل تواصل مع أي كان ويمثل الشخصية التي يريدها يعني من خلال شخصية تحظى باحترام معين، أو بيبني هو صورة هذه الشخصية بحيث تحظى بهذا الاحترام، ويستطيع أن يصل إلى كثير من الناس ويوقعهم على فكرة مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة. الناس بتقع للأسف بسهولة، قليل من تجد عنده حس أمني. يعني إحنا عندنا فيلم عملناه اسمه عصفور على الفيسبوك، عصفور بمعنى جاسوس، يعني جاسوس على الفيسبوك. يعني ببين هذا الفيلم كيف ممكن يدخلوا على المجتمع الجامعي، على الطلاب، على أي مكان، ويقدروا يخترقوا هذا المكان من خلال علاقة على في الفضاء الإلكتروني. وإحنا عندنا الإسقاط الإلكتروني، في إسقاط جنائي يعني بهدف الابتزاز المالي، بسموه الجريمة الإلكترونية. الجريمة الإلكترونية بهدف الابتزاز المالي. عندنا بالإضافة لذلك الابتزاز الأمني، يعني بيسقطوا من خلال العلاقة اللي بقيمها من خلال التواصل الاجتماعي، وبصير يبتز فيه أمنيا، يعني بيسقطوا أمنيا، وهذا الخطر الأكبر كثير من الإسقاط المالي. لذلك هذا يمارس بشكل كبير جدا في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين. إحنا ما في طريقة تخرب المجتمع وتسقط الكثير من الناس إلا هذا الاحتلال بيستخدمها بطريقة بشعة جدا، ويوقع كثير من الضحايا. إذا ما كان في وعي أمني، ما كان في حس، بحيث أنه على طول يعرف من خلال إحساسه الأمني، يعرف أنه في خلل، في علامة استفهام. يعني أنا بذكر في غزة عملوا زي، طبعا التوعية الأمنية عندنا صارت في مسلسلات وصارت أفلام وصارت، يعني بتصور حزب الله أنتج عدة مسلسلات، الغالبون وكذا، وفيها كل مسلسل فيه جرعة كبيرة من الوعي الأمني. كذلك التنظيمات المقاومة الفلسطينية أنتجت
حماس والجهاد الإسلامي أنتجوا مسلسلات في هذا الموضوع. يعني في إحدى اللقطات مثلا بيقابلوا أطفال عشان يقبلوهم في مخيم صيفي، وبيعرضوا على الطفل إنه يعطيهم معلومات معينة. نعم. هلا الطفل الغزاوي صاحي لهم، لحد ما يسألوا سؤال في يعني خطر أمني على طول بنتبه، بقول له أنت ليش تسألني هذا السؤال؟ ليس من حقك أن تسألني هذا السؤال. فبالتالي بيكتشفوا الطفل اللي عنده حس أمني حتى على مستوى الأطفال، والطفل اللي لسه بده توعية أمنية. لذلك إحنا يعني لابد إنه نشتغل على موضوع التوعية، أطفال وفتيان وفتيات، ويكون في ضمن المنهج التربوي والتعليمي في هناك أخلاق تسمح بسهولة للاختراق، أخلاق الفضول والضعف الأخلاقي في جميع النواحي. هذه بتعطي ناس مهيئين للسقوط الأمني. وعندنا هنا قاعدة في فلسطين، اللي عنده قابلية للسقوط الأخلاقي بيكون أسهل للسقوط الأمني. يعني ليس كل من يسقط أخلاقيا يسقط أمنيا، لا، لكن الذي يسقط أخلاقيا بيكون لقمة سائغة وبكون فريسة سهلة للسقوط الأمني. نعم. لذلك احنا إذا لابد من تقوية الجوانب الأخلاقية عند شبابنا ومجتمعاتنا. يعني نعم. باختصار إذا بدنا نروح لعلي شريعتي، المفكر الإسلامي علي شريعتي، في كتاب بناء الذات الثورية. إذا احنا نجحنا تربويا في بناء الذات الثورية بكل أبعادها، احنا بنشكل حصانة ذاتية لشبابنا وفتياتنا من الوقوع في مصيدة هذا الاحتلال. نعم. أعود إليكم أستاذ الياس الهاشم، يعني كيف ترون مدى اختراق أو نجاح هذه الجامعة في اختراق الحياة الدينية والاجتماعية للمسلمين وفي توجيه الرأي العام فيها، يعني إضافة لما ذكره الأستاذ وليد؟ سأبدأ من حيث انتهى الأستاذ وليد. نعم. بأن السقوط الأخلاقي الساقط أخلاقيا يصبح لقمة سائغة للسقوط الأمني، وهنا يعني لب العصب، بأن الساقط أخلاقيا أنا لا أستطيع أن أتصور مسلما ساقطا أخلاقيا وهو صاحب كتاب قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق هي كل شيء، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. من هنا الجامعة هذه تعمل على ضرب القيم يا سيدي، على ضرب القيم الأخلاقية في الإسلام. نعم. على ضرب العائلة، على ضرب، لأن الإسلام شريعة دين ودنيا. إذن العائلة في الإسلام عائلة مؤمنة تصلي، هم يعملون على التفرقة بين الأب والأم والولد والفتاة. نعم. أنت أبوك يصلي، ماذا فعل؟ فأنتم فقراء، هل بعث الله لكم بسيارة؟ هل بعث لكم الرسول بربطة خبز؟ لماذا تصلون ولماذا كذا؟ أنتم تتبعون كذا وتتبعون كذا. يضللون، تشكيك في العقيدة. أبدا. نعم. تشكيك في العقيدة وتشقيق وتشكيك في الإيمان. يزرعون الشقاق في العائلة تحت مسميات كثيرة جدا، وأنا هنا سأتطرق إلى يعني الأمن السبراني والأمن الإعلامي والأصدقاء على الفيسبوك، وهؤلاء كارثة الكوارث يا سيدي. يا دكتور، المسألة هي مسألة تلاحم عائلي. اليوم الإسلام هو عائلة. الإسلام عائلة، وتفكيك العائلة يعني تفكيك الدين. تفكيك الدين يا صديقي. صح. نحن يجب أن نحصن ذواتنا ونحصن أولادنا من هذه التعاليم
اليوم يأخذوننا بتعاليم باسم الحرية وبحرية المرأة وبحرية الطفل، وأن لا يستطيع الأب أن يتكلم مع ولده على شيء خطأ، ويأتون الحماية ويأتون ما بعرف شو، أنه ما بحق لك تضرب هذا الطفل وإلى آخره، تحت مسميات كثيرة وكثيرة تضرب عمق الاحترام. أخي نعم. وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني إحسانا. اليوم عم بيقولوا إنه هذا البي بس يكبر، أنت ما خصك إنك تساعده أو إنك تحميه أو إنك تعيله، الدولة هي بتعيله وبتاخده على أماكن الراحة دار المسنين يفصلوا. نعم يفصلون كرم الأخلاق عن العائلة، يضربون. وإذا سقطت الأخلاق سقط كل شيء. يعني مثلا هذا الولد الذي لا يحترم أباه ولا يحترم أمه ولا يحترم أخاه الكبير، كتير هين باللبناني، يعني كتير هين أنك تشتريه بالمصاري وتبعته يعمل خرق أمني، كتير هين. نعم. لأنه ما بقى عنده قيم، ما عنده ارتباط بالأرض. اليوم فلسطين والشعب الفلسطيني يقاوم بالدم وباللحم ولا يترك أرضه، لأن العائلة الفلسطينية عائلة متماسكة. اليوم يصلون عيد الأضحى وأنا قشعر بدني وبكيت عندما وجدت أطفالا يقيمون الصلاة على الحجارة في غزة، صلاة العيد، صلاة الأضحى. هنا قوتنا في عائلاتنا، قوتنا في أطفالنا. ولاحظ شيئا يا صديقي، يقتلون الأطفال، كل همهم قتل الأطفال، لأن في اعتقادهم، وهي الحقيقة، بأن هذا الطفل سوف يصبح شابا وسيصبح مقاتلا، وهذا متشرب العقيدة وحب الأرض ومتشرب الدين الإسلامي الصحيح الذي يقوم على الأخلاقيات، هذا هو بالنسبة لهم كارثة، لأن هذا العدو لا يقوم إلا على تفتيت الآخر، على تفتيت المجتمعات الأخرى. نعم. لأنه لا يقوم إلا بزرع الشقاق. وهذا من لب تعاليمهم. نعم. لب تعاليمهم قتل المروءة عند الشباب وقتل الأخلاقيات عند النساء، عند الفتيات، عندما يروجون للفتيات بأن يحق لك أن تفعلي ما تشائين تحت مسمى الحرية. هذه الحرية الغربية اليوم التي يصدرون لنا. نعم. اللواط وغيره من المدنية المزيفة. صحيح. هذا ديدنهم. نعم. ضرب العقيدة وضرب التشريع الأخلاقي القيمي العائلي القائم على الإنسانية والإيمان بالله الواحد الأحد. نعم. من مظاهر أعزائي المشاهدين التي أتفضل بها الأساتذة الكرام هي ضرب الإسلام الدين وضرب الأخلاق. كتب الأستاذ صابر العبادي حول موضوع الجامعة الإسلامية في تل أبيب أن من أبرز أهداف هذه الجامعة تزييف التاريخ الإسلامي وتسويق فكرة أن أغلب هذا التاريخ هو مستوحى من الثقافة اليهودية التلمودية، أيضا إقناع الغافلين من المسلمين بأن الأساس الذي قامت عليه الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي هو أساس يهودي، وكثير من الأهداف الأخرى التي تمس جوانب تتعلق بإرجاع الإسلام إلى اليهودية. ونحن في خلال أبحاثنا وعلى قناة أصيل ناقشنا هذه المسائل، يعني فعلا أنه يمكن مناقشة الأستاذ وليد في هذه النقاط، أنه فعلا نحن عندنا مشاكل في إسلامنا، عندنا مشاكل في تراثنا، وهم لم يخترعوا هذه المشاكل اليوم بل اخترعوها من زمن
أبي بن كعب وعبد الله بن منبه وغيرهم في عهد بني أمية وما إلى ذلك. هذه الإسرائيليات هي حقيقة موجودة، وهم اليوم إنما يعيدون إخراجها وبثها في المجتمع بشكل واضح، وإن كانت هي موجودة ومغروسة في تاريخنا. والذي استعمله هؤلاء للأسف هو فرقة معينة وجماعة معينة معروفة، وهي الوهابية والسلفية، التي تروج لها أفكار هذه الجامعة. وجدنا بعض المشايخ من إخواننا من أهل السنة يؤكدون على هذه الفكرة، يقول لك لا يمكن لهذه الجامعة أن تمر عبر مشايخ أهل السنة، عبر المشايخ الأشاعرة والماتريدية، فضلا عن الشيعة. الشيعة يعني أبعد ما يكون أن يكون هؤلاء يمرون عن طريقهم. ويؤكد في ذلك على أن الطريق الذي وجدته هذه الجامعة هو الطريق الوهابي السلفي، مما يؤكد ما ذكرناه دائما في حصصنا وحلقاتنا، هذا المشروع الصهيوني الإسرائيلي المتواطئ مع هذه الثقافة الأموية التي بثها هؤلاء، والتي هي اليوم يعني تتكرر على ألسنة هؤلاء المشايخ من علماء الوهابية والسلفية. نتابع معا ما جاء على لسان هذا الشاب الشيخ السني الأصيل إن شاء الله، ثم يعني كيف يوصف عمل هذه الجامعة عن طريق هذه القناة، ألا وهي قناة الوهابية وقناة السلفية. هذا هو الأمر الذي أكدنا عليه وأكد عليه علماء أهل السنة والجماعة منذ قديم الزمان. يعني اختراق اليهود للإسلام والمسلمين ليس وليد العصر ولا وليد اللحظة، وإنما هو كما قلنا منذ القرن السادس وربما قبله. فاليهود والنصارى، اليهود بشكل خاص الذين هم يعني الذين يعلنون العداء للإسلام والمسلمين، هم الذين وظيفتهم هذا الكلام، خاصة الصهاينة. كيف يخترقون المسلمين بمثل هذه الأمور؟ الآن صارت هناك جامعة إسلامية، كان من قبل يرسلون جواسيسهم إلى بلاد الإسلام والمسلمين فيتعلم عند بعض علماء المسلمين ويأخذ منهم، ثم يعود لإضلال العباد وتكفير العلماء السابقين، تكفير الفلاسفة الإسلاميين، العلماء الربانيين، الصديقين. المهم يتخرج من تحت يديه خوارج ضالين مضلين منحرفين زائغين، وهم على الإسلام والمسلمين. السبب في هذا كما قلنا، كيف تعرف هذا الأمر؟ الإسناد وارتباط علماء أهل السنة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول، لماذا نقول خوارج السلفية الوهابية أكثرهم مجهولين النسب؟ ليش؟ المنظومة الوهابية السلفية، المنظومة هذه السلفية اليوم، هذا المذهب هو الذي تم إنشاؤه من أجل أن يتم غرس الوهابية في هذه الجماعة. يعني لا يستطيع اليهود أن يرسلون جواسيسهم باسم علماء أهل السنة الأشاعرة والماتريدي، لا يستطيعون، أتحداهم، سيفضح أمرهم تلقائيا عند علماء أهل السنة. لأن أولا الإسناد منعدم لدى الوهابية، والنسب منعدم، مجهولين النسب ومعدومين السند. جزاه الله خير هذا الشاب الشيخ على هذه على هذا الوعي وعلى هذه البصيرة. أستاذ وليد هودلي، في ذات السياق يعني نشوف واحد من خريجي هذه الجامعة الإسلامية في تل أبيب، وهو لا أدري كيف أعبر عنه، فضيلة الشيخ أو سماحة الشيخ أفخاي أدرعي هذا المعروف على وسائل التواصل. يعني هو يقول دائما ويطلب من حماس حركة المقاومة الرجوع إلى ابن تيمية، لابد أن تكون مرجعيتكم هي شيخ الإسلام ابن تيمية. والفيديو موجود على اليوتيوب على كل حال على كلامه.
لماذا هو يعني يؤكد على هذا الجهة، يعني جهة الوهابية وابن تيمية والسلفية؟ نعم، شوف احكي ونتحفظ لك، على يعني احنا كلمة مع النصارى التي ذكرها الأخ في الفيديو، لأن النصارى إخواننا يعني، واليهود أيضا الذين لا طبعا يعادونه إخواننا يعني طبعا. صح، الآية واضحة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ولم يخرجوكم يخرجوكم من من دياركم دياركم، صحيح، أن وتقسطوا تبروهم إليه. وتقسطوا إليهم. نعم نعم، يعني إخواننا النصارى، حتى اليهودي غير المعادي ما فيش مشكلة بينه وبينه أبدا، بالعكس صحيح، البر والقسط هو المطلوب، ربما لكن إحنا الكثير هنا نتحدث يخطئ عن في تشخيص بالضبط. المسألة، نعم، صحيح. إحنا نتحدث عن الذين يناصبوننا العداء ويمكرون بنا مكر الليل والنهار. أنا بقول لك المفصل في هذا الموضوع هو كل جسم ممكن أن يخترق، سواء سني أو شيعي أو مهما كان المذهب، إلا إذا تحصن بالوعي نعم الصحيح. الوعي الصحيح هو الذي يحمينا. هذا أفقداي درعي، هذا مكشوف مفضوح، يعني مش بحاجة لكثير من إعمال العقل حتى يفتضح أمره. بالعكس، هو ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، يعني هو واضح. هو لا يستخدم فقط ابن تيمية، يستخدم الآية القرآنية، يستخدم الحديث الشريف، نعم لا يتورع عن استخدام أي شيء لإبطال فكرة المقاومة. يأتي بالنص الديني، يضرب النص بالنص، وهذا هو هذه شغلتهم. لكن أمام الوعي الديني، أمام الوقوف عند العلماء المجاهدين الأحرار الصادقين الذين اشتهروا بصدقهم ومواقفهم الصحيحة، هؤلاء يردون على بكل بساطة. يعني مثلا عندنا في فلسطين، في عندنا رابطة علماء فلسطين، وبتصدر بيان موقفها من أي شيء بصير. هذا إذا ما في مشكلة أمام الوعي، هم بيستغلوا حالة الجهل. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما من زمان إلا ويأتي علماء ينفون عن هذا الدين. شوف الثلاث نقاط قديش مهمة، ينفون عن هذا الدين غلاة الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المنتحلين. وانتحال المبطلين. نعم بالضبط، انتحال المبطلين. يعني هناك من يغالي في النص، بيحمل النص لمحمل غير صحيح، زي تعيين التكفير مثلا، بكفروا المسلم وبكفروا مثلا لأقل الأسباب، بكفروا المسلم، ثم يكفر من لم يكفر المسلم، ثم يكفر من لم يتبع الطريقة تاعته، بظل بصير كل الناس كفار إلا هو من معه من جماعته. هذا غلو، غلو في التكفير، غلو في الدين. في عندنا النص، في نصوص كثيرة تحمل بطريقة فيها غلو، في كذلك تأويل، بأولوا النصوص الدينية، بلوا أعناق النصوص، كما يقول بلوا أعناق النصوص بطريقة تحرف النص عن هدف النص وعن الاستقامة في النص، الاستقامة في الفهم. وفي عندك تأويل الجاهلين، وفي انتحال المبطلين، الناس بينتحلوا. لذلك في الإسرائيليات مثلا اللي تفضلت عنها، في ناس بيعتمدوا على الإسرائيليات في تعزيز روايتهم، تعزيز أفكارهم، وبتركوا النص القرآني، النص الصحيح من الحديث الشريف. في تناقض، في حال انتقائية، بنتقي ما يريد لخدمة أهواءه السياسية، أو لخدمة أهواءه المنحرفة، لخدمة أعداء الإسلام. لذلك الحل الصحيح هو الوعي، الوعي الديني الصحيح نعم. المتوازن الوسطي، اللي الواحد بياخذ كل الأدلة، بمجمل الأدلة، بكل الأدلة بيقدر يعرف، مش بنتقي أدلة وبترك أدلة ثانية، أو لا، في طريقة للتعامل مع القرآن الكريم بحيث يصل إلى الفهم المتوازن المعتدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عدل، لا تغالي ولا تتطرف ولا تفرط. لذلك أنا بقول الوعي الديني، أخذ العلم من العلماء الصادقين، هذا يؤدي إلى النجاة، وأنه نكون إحنا محصنين
من هذا الاختراق. ليت الأمر توقف على هذه الجامعة، نعم لا، هناك جهود كثيرة جدا تبذل، وهناك ممكن يأسسوا لتيار بيحمل الفكر الإسلامي وبأخذ من الشباب عدد كبير وبظل طول حياته وهو ينتج أفكار. هذه الأفكار ليست في صلب الدين وليست في مقاصد الإسلام بشيء، أفكار في مساحات فرعية بعيدة عن صلب الدين. لذلك أنا بقول في سؤال مهم حتى نعرف وين إحنا من هذا الخضم الهائل من الجهد الكبير في العمل الإسلامي. لازم نسأل أي جماعة أو أي عالم أو أي توجه، هذا ماذا ينتج؟ هذا الدين الذي يقدمه للناس ماذا ينتج في حياة الناس؟ إذا أنتج عدالة، استقامة، وحرية، واستقلال وطني، وعدم تبعية للمستعمر، مواجهة سياسات المستعمر، تحقيق مصالح العباد، تحقيق مصالح البلاد، الاستقلال الاقتصادي. نعم، ثريثما يعود الأستاذ وليد. أستاذ إلياس الهاشم، هناك أيضا من النقاط التي استخدمت هي الأمور السياسية، النصوص السياسية الدينية التي تحث على وجوب طاعة أولياء الأمور والحكام وما إلى ذلك، استخدمها هؤلاء في من خلال يعني برامجهم التي يروجون لها ويدرسونها في الجامعة الإسلامية في تل أبيب، وهذا ما نجده أيضا ربما في جامعة أم القرى في السعودية. ما هذا التناسب وهذه المسانخة؟ سيدي الكريم، مهمة هذه الجامعة هي محاربة، وأنا هنا بين هلالين، محاربة الشيعة، الفكر الشيعي، وخصيصا الفكر الشيعي السياسي. أتحداهم أن يدرسوا فكر الإمام علي بن أبي طالب، أتحداهم أن يدرسوا فكر الإمام محمد باقر الصدر، أتحداهم أن يدرسوا فكر الإمام موسى. ولكن هو الدراسات تقول أن هذه الجامعة تدرس يعني مثل هذا فكر الشهيد محمد باقر الصدر، هم يدرسونه. نعم، ولكن عفوا الإمام موسى الصدر، أنا أخطأ، لا، حتى الشهيد باقر الصدر هم تحديدا يدرسون كتبه يعني حتى يفهموها. ونحن نعم، الشيخ الذي مر في التقرير قال أن اليهود والنصارى، وصححتم أنتم وأستاذ وليد على هذه الفكرة. نعم، النصارى واليهود، نحن لا مشكلتنا مع اليهود كدين أبدا، المشكلة هي مع الصهيونية ومع الموساد الذي يعتمد التلمود. صحيح. يعني هو مرجعيتهم. أخي، المسألة هي مسألة محاربة الفكر التنويري في الإسلام. أعطيك مثل، نحن في لبنان الجامعة اليسوعية مثلا عندها قسم تدريس الإسلام، جامعة لوفان بإيطاليا بالفاتيكان تدرس الفكر الإسلامي، وهذه الجامعات مفتوحة لكل فئات الناس، يدخلها المسيحي ويدخلها المحمدي ويدخلها المدني ويدخلها لا متدين، ليست مغلقة كجامعتهم. لذلك هم يحاربون النور والتنوير في الإسلام، وخصيصا نهج علي بن أبي طالب، لأن الإمام علي يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. المسألة هي مسألة ضرب هذه القيم بكل صراحة،
لا يعترف هذا التلمودي لا يعترف بالآخر، فهم يعترفون بإقامة دولتهم التي يدعون أنها هي هم شعب الله المختار، وأن الله اختارهم دون العباد. فالعباد الآخرين محمديين ومسيحيين وزردشتيين ومن ليس معهم فهو ليس منهم، يعتبرون هؤلاء خدم عندهم. لذلك حلمهم أن لا يكون عند المسلم وعي، أن لا يحكم العقل، يحكم العاطفة ويمشي وراءهم كما يقولون. وهنا أعود إلى لحضرة الشيخ الذي تكلم، أقول له أن يهود بني قينقاع هم الذين كانوا يوقعون الشقاق بين المسلمين ببعضهم البعض على أيام الرسول، وأول هجرة للرسول كانت للبطرك النجاشي عندما قال له ليس بيننا وبينكم سوى هذا الخط، هذا الخط، ولكن نحن دين واحد نكمل بعضنا البعض لأننا نعبد إلها واحدا. هؤلاء إلههم غير إله الناس، إلههم لهم، ويعتبرون الآخرين هم خدم عندهم. لذلك يعملون على تخدير العقل وعلى تخدير الوعي في الأمة الإسلامية والأمة المسيحية. وأنا هنا لا أقول أمة إسلامية وأمة مسيحية، أقول الأمة العربية والإسلامية والمسيحية في العالم. فهم يعملون أينما وجدوا في العالم على ضرب هذه القيم، يعملون على الشقاق والتفتيت، لأنهم لا يعيشون بسلام، لا يريدون السلام، فهم كذبة، لا يريدون السلام، لأنهم يعملون على الاقتصاد الريعي من السلاح، ويعملون على الاقتصاد الريعي، لأن إذا هدأت في منطقة في العالم يشعلونها في منطقة أخرى هم والأمريكيون، باعتبار أن يجب أن يموت هؤلاء الناس بأسلحتهم، والذين يموتون يدفعون ثمن هذا السلاح. ثقافتهم هي القتل، ثقافتهم ضرب القيم. يا أخي ليس لهم دين سوى أنهم هم شعب الله المختار، وأنهم هم أرقى الناس، والناس عندهم عبيد. أنا أقول بأننا لا خلاص منهم إلا بوعينا، إلا باتحادنا مسلمين ومسيحيين، باتحادنا أمام هذه التغمة الشيطانية. مجموعة شياطين يحاربون القيم ويحاربون الدين. نحن كيف نكون محصنين؟ يجب أن نتحصن بالعلم والفكر والحفاظ على العادات والتقاليد والإيمان والعائلة. هل تعلم يا سيدي أنهم يروجون إلى تمكين المرأة في المجتمع ليفككوا المجتمع على طريقتهم وعلى هواهم؟ لأن المرأة هي أساس المجتمع، صحيح. الأم هي أساس المجتمع، الأم مدرسة كما يقول حافظ إبراهيم، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا ضربت المرأة وضربت تفكيرها في تربيتها ضربت الأمة. هم يعملون على هاتين الفكرتين، ضرب الأم وضرب الطفل عقليا فكريا اجتماعيا، ليسيطروا على كل شيء، لأن إذا انهارت منظومة الأخلاق انهار كل شيء. نحن يجب أن نكون واعين لحقيقتهم، وأن لا ننجرف بما يروجونه على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصيصا الفيسبوك والإنستغرام وهذه ومشاكل. لذلك نحن يجب أن نعود إلى عمقنا، إلى تعاليمنا، إلى قرآننا، إلى إنجيلنا، لأننا نحن أبناء سلام ودعاة سلام،
ولكن يجب أن نقاوم الشيطان، هذا تكليف إلهي. نعم. لأننا إذا لم نقاوم الشيطان فنحن من أبنائه. فكيف يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم. وكيف يستوي من يفك ومن يكفرك ويقول لك أني أنا على حق وهذا هو ديني الحق؟ يجب أن نحكم العقل. لا نستطيع أن نحاربهم بالسلاح فهم يحاربون بقتل مبادئنا. فهم متفوقون في السلاح، يجب أن لا نترك لهم أن يتفوقوا علينا بالفكر وأن يتفوقوا علينا بالثقافة. نعم. الغزو الثقافي اليوم هو أخطر من الغزو التدميري إن شاء الله. ونحن هذه الحلقة إنما تصب في هذا السياق، وهو مواجهة هذا الفكر التلمودي المتوحش اللا إنساني الذي لا يرى أحقية لبني البشر في الحياة إلا تحت أقدام هؤلاء الصهاينة. جاء في كلام أيضا مقال الأستاذ صابر العبادي: البلاد الإسلامية الآن تعج بخريجي جامعة تل أبيب الإسلامية، فهم يقودون الحركات المتطرفة وينظرون لها ويبتكرون الفتاوي الغربية، يبحثون في كتب التراث غير المعروفة والتي ألفها نكرات تطعن في الدين، وكأن الدين الذين كتبوا النصوص القديمة كانوا يؤسسون لما يحصل اليوم. اللحى المتعصبة من تلاميذ هذه الجامعة والتي تسوغ للاحتلال السيطرة على بلادنا وتمنع الأمة من مواجهته بفتاوى باردة لا يقرها أحد من المسلمين، يحاولون تخريب الأسرة فيأتون بفتاوى تهدم الأسرة كما كان يذكر الأستاذ الياس، يجعل المرأة تتمرد عليها، وهذه الفتاوى ليس لها أساس متين. إذن هذه عينة من هذا المقال يشير إلى بعض ملامح وصفات هؤلاء الخريجين، وهم يعني الخطورة تكمن في أنهم يلبسون لباسنا ويلتحون كما نلتحي ويعني يظهرون بمظهرنا نحن المسلمين. وهؤلاء الذين ينبغي أن نفتش عليهم ونبحث عليهم بعقولنا طبعا، بملاحظة كلماتهم كما ذكر الأستاذ الهودلي في بداية كلامه، الكلام الذي يعني يخدم العدو ويدمر العالم الإسلامي، كلماتهم تدل عليهم، ونحن علينا أن نفتش عليهم بين ظهرانينا في مجتمعاتنا، على منابرنا، في مساجدنا، في جامعاتنا، في مراكزنا الإسلامية، وكل الأماكن التي يمكن أن يوجد فيها رجل دين لابد أن نطرح سؤال: أين يوجه الناس؟ إذا كان يوجههم في خدمة الإسلام والمسلمين والجهاد في سبيل الله والمقاومة، هذا نعرف أنه من إخواننا، أما إذا كان على عكس ذلك فهو من هؤلاء، وإن طالت لحيته وقصر قميصه وما إلى ذلك. لكن أيضا ربما هناك نموذج واضح من أحد المشايخ الذي هو صهيوني، وهو الذي يعني يلبس البزة العسكرية في كثير من الأحيان، وهو أحد خريجي هذه الجامعة الإسلامية، ألا وهو أفخاي أدرعي. هذا هو الرجل الذي يطلع لنا في الكثير من الحالات ناصحا ويتلو علينا القرآن الكريم والأحاديث النبوية ويريد أن يهدينا. نلاحظ معا نلاحظ معا هذا الفيديو ثم نعود. الشريعة الإسلامية وسنة نبوية بريئتان منه، فبأي بدعة مذمومة تأتون وبأي حق تتبعون إرهاب إيران اتباعا أعمى لصبغ المنطقة بصبغة نظام إيراني محض؟ قادة حماس، أنتم تتشبهون بملال إيران وأمثاله من حزب الله وغيرهم، أنتم متشيعون رسميا وفق الحديث النبوي الشريف ولا أسس النظام الإيراني. ألم تقرأوا نصوص أهل الذكر من العلماء والفقهاء آباء الشريعة المحمدية الذين حذروكم بشكل واضح وصريح من خطورة الشيعة في نسخة النظام الإيراني هذه عليكم وعلى شعبكم؟ إذ قال مجدد الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب
عن خطورة أهل البدعة على الدين الإسلامي، فقال: فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة، فأولئك أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. ألا ترون خطورة الإيرانيين عليكم من خلال هذا القول؟ فتنهلون بشتم ولعنة على من ينصحكم ويهديكم بينما هو من غير دينكم، وأقصد أنا، وتتبعون أو تتبعون الإيرانيين الذين هم أخطر من أي إنسان آخر أو من أي جهة أخرى عليكم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة مفسرا الخطر الشيعي كما سماه على السنة، وأنا أجده مناسبا للخطر الإيراني على المنطقة هذه الأيام، خطر فيلق القدس الإيراني الإرهابي. شكرا جزيلا الشيخ أفخاي أدرعي على هذه النصيحة والتي أنا في الواقع شخصيا سررت بها، لأنك إنما يعني تحكي عن الخطر الذي ينبغي علينا أن نتوقاه، وهم هؤلاء شيوخ الفتنة، والذي يعبر عنهم دائما زميلنا وصديقنا دكتور أحمد بحاخامات الحاخامات الوهابية، الذين دمروا المجتمع الإسلامي وخدموا فقط إسرائيل. هو يريد هؤلاء، لا يريد إيران التي تضربه وتكسر مشاريعه وتمرغ أنفه في التراب، ولا يريد هذا الإسلام الإيراني، الإسلام المحمدي الأصيل، لأن هذا هو الإسلام الحقيقي. فإذا بأدنى تأمل أي إنسان حتى وإن كان محدود الثقافة عندما ينظر كلام الشيخ أدرعي يفهم أين هي تتجه سهام العدو، وأين عليه أن يتموقع وأن يتموضع. الشيخ وليد الهودلي، هل أنتم معنا؟ صار في انقطاع قبل قليل. نعم. كيف تنظرون إلى هذا التماهي بين الحركة الوهابية وهذه الحركة الصهيونية في الواقع؟ يعني كشفت عن الكل، يعني أسقطت كل الأقنعة واللقاب. يعني شوف أحكي لك بصراحة، هذا درعي أفرداي درعي، هذا واضح. يعني إحنا الشعب الفلسطيني بحكي لك عنه، ما في حدا إلا بيعرف إنه هذا بكلام اللباس العسكري الإسرائيلي. يعني خطابه خطاب واضح ومكشوف. الخطر مش هين، الخطر من لا مستوى الوعي في فلسطين ما شاء الله. نريد أن توجه الخطاب للعالم الإسلامي والعربي ككل، يعني الخطورة أكثر هناك. لما يجيد التمثيل، يعني احنا في غرف في السجون بيدخل الواحد بيصلي خلفهم، بيقرأوا قرآن، بيخشعوا في الصلاة، بيخلوه يخشع في الصلاة معهم، بيجيدوا التمثيل بطريقة يعني خرافية. هذا لا يجيد التمثيل، هذا تمثيله واضح ومكشوف الصراحة أحكي لك. هذا خطره يعني مبين وخطابه واضح، لكن احنا خلينا نتحدث عن الناس اللي بيجيدوا التمثيل والناس بيكتشفوهم بعد سنوات طويلة. عشان هيك انا بقول هذا أخطر. لازم احنا بالضبط، هذا أخطر كثير. لازم احنا نحط مؤشرات معينة نبين وين الخطورة. حتى في اذا كان بعض المشايخ او بعض الناس الخطباء بحسن نية، ممكن يكون بحسن نية مقتنع بفكرة معينة وبخطب فيها في الناس وبقضي كل عمره وهو يحكي عن شغلات خلينا نسميها فرعية، شغلات الدين، بقزم الدين لملعب صغير وبترك الملعب الكبير للصراعات بين الكبار الدول الكبيرة، وما بيهتمش بالقضايا الأساسية للأمة الإسلامية. مثلا نحن نعرف قضية فلسطين هي القضية المركزية، هي مفصل. قضية فلسطين، القدس، غزة اليوم هي مفصل. إذا شفت واحد في خطابه يدعو للوقوف والانحياز مع القضية الفلسطينية ويدعو للعكس، هذا بنحط عليه 100 علامة استفهام مهما كان، حتى لو كان من 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 المعروفين بالتقوى والورع والزهد والدين. لا، احنا في فيصل واضح ما هو موقفه من أعداء الأمة المكشوفين والمعروفين. وين خطابه من هؤلاء الأعداء؟ كمان
كمان في شغلة مهمة غير هذا مفصل، قضية فلسطين والقدس وغزة اليوم هي التي ميزت الخبيث من الطيب، وليميز الله الخبيث من الطيب. في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ واضح الفرز. مواطن الجهاد الحقيقية الصادقة التي لا تقبل الخلاف، يعني مثلا صراع الفلسطينيين مع الصهاينة في فلسطين، هذا الصراع لا يختلف عليه اثنان مسلمان، سني ولا شيعة ولا حتى مسيحي ولا مسلم، أي إنسان عربي فلسطيني مسلم أردني، ولكن للأسف مهما هناك كانت من يرى اليوم لا أن يختلف. هناك يعني يختلف مع حماس، يقول لك يا أبا عبيدة جاهد بالسنن. خطاب هذا هو موجود. هذا هو اللي بنحط عليه علامة استفهام. أحسنت، هذا مثال واضح أنا بحط عليه علامة استفهام. لما أجي ألاقي أنا مثلا مع المجاهدين الأفغان بدعي بكل قوة إنه الشباب يروحوا يجاهدوا مع أفغانستان ويقفوا مع الأفغان، طيب لكي مع فلسطين انعكس تماما، بقول لك لا يجوز أن تقف مع فلسطين إلا بولي الأمر. هنا مشكلة في الخطاب بتاعه، في منهجية الخطاب. المنهجية هو جعل الدين يصطف مع أداء الأمة، هذه هين المشكلة الكبيرة. كمان في نقطة مهمة جدا، لما احنا بنعرف انه الإسلام والديانات السماوية كلها نزلت لتحقيق سعادة الإنسان، ربنا بيقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني القرآن الكريم والكتب السماوية نزلت على الناس لتحقيق سعادة السعادة. الناس، لتحقيق السلام والأمن والطمأنينة، تحقيق قيم العدل والحرية والاستقامة، الأخلاق الكريمة الفاضلة. لما نيجي خطاب نلاقي خطاب بحقق شقاء للأمة، بخلي الإنسان يقتل الإنسان بدون سبب لأتفه الأسباب، يكفر يخون بقسم المجتمع بطريقة فيها ظلم وفيها طغيان وفيها شقاء شقاء. هذا بيعمل فتن، بيعمل فرقة، بيعمل تشتيت لجهود الناس، بتلاقيه يعني بيحقق انتماء لأعداء الإسلام، بتلاقيه هنا في مشكلة في خطابه. هذا حقق دين يحقق تعاسة الإنسان وليس سعادة الإنسان. لذلك أنا بقول لك في مقومات أساسية من خلالها إحنا بنقدر نميز، حتى لو دلس علينا بشكله وبلحيته وبصورته الجميلة المسلمة عباءته لباسه، هذا كله مش مهم، مهم موقفه. نعم. موقفه وين؟ مع مين؟ مع أي معسكر؟ نعم. لذلك هذا هو الذي يميز الناس، الموقف السياسي. يعني أقول لك لو يجيني واحد متعلق بأستار الكعبي وبلكي مش واقف مع قضية فلسطين، مش مناصر لغزة، إيش بدي فيه وفي دينه وفي تعلقه بأستار الكعبة؟ نعم. في مشكلة في لذلك أنا بقول الذي يفرز الناس مواقفها السياسية والوطنية مع قضاياها المركزية والأساسية، مع مين بيصطف، مع مين بقف، مع مين بناصر، هذه هنا مشكلة، نعم. مشكلة كبيرة وبتخلينا نحط أم علامة استفهام المشاكل هي كبيرة هذه إذا المشكلة في مسألة نعم. الوعي وفي تشخيص العدو من الصديق. شكرا بالضبط. جزيلا الأستاذ نعم. وليد الهودلي الأديب الفلسطيني الأخ الأسير المحرر، شكرا جزيلا على هذه المساهمة الثرية والطيبة، والشكر موصول أيضا للأستاذ إلياس الهاشم الكاتب والشاعر اللبناني. شكرا جزيلا لكم. إذا عندكم، لم يبقى لنا وقت، إذا عندكم نكتة أنا أخيرة. بس بدي إذا سمحت دكتور منير، تفضل. أي مشان السيد أفخاي أدرعي، نعم، لاحظ شيء، بيقول إنه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أنا أبارك له في هذا الشيخ وفي إسلامه، فهو نسخة منه. نعم. وأنا أرد عليه بأن اليوم عدوه الأول هي إيران، أنا أقول له
بعد غد هو عيد الغدير. يعود إلى عيد الغدير ويقول الإماس، يقول الرسول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فليخرس أدرعي وأذرع أزرعي، لنقول أن من لم يكن مع نصرة فلسطين فهو خائن. نعم. مسلما مسيحيا يهوديا، من لم يكن مع فلسطين ومع أطفال فلسطين فلا يعرف الإسلام. وأنا هنا أقول بكل صراحة أن من لم يناصر فلسطين فهو ليس إنسان، كي لا أقول غير شيء. من لا يناصر الفلسطينيين اليوم فهو مجرد عن الإنسانية، لأن فلسطين اليوم صارت معيارا للإنسانية والعدالة والحرية. نعم، شكرا، شكرا جزيلا أستاذ. اليوم يسلطون الضوء على أن إيران هي عدوتهم، فهذا شرف لإيران أن تكون عدوة هذا العدو الكافر الذي لا يعرف للإنسانية أي مسار. إن شاء الله. بارك الله فيكم الأستاذ إلياس الهاشم، الكاتب والشاعر اللبناني، شكرا جزيلا، وكل يعني عام وأنتم بخير. وعيد الغدير على فكرة هو غدا وليس بعد غد، هذه الليلة هي ليلة الغدير، العيد الأغر الأكبر الذي نبارك ونجدد التبريك لكل المسلمين والمسيحيين واليهود وكل الناس الأحرار، أصحاب الذين يتوقون إلى عدالة علي بن أبي طالب، هؤلاء الأحرار نبارك لهم هذا العيد السعيد. وأنا أقول يعني أنت تقول لأفخاي أن يخرس، أنا أقول له لا، أنا أريدك أن تزيد من مثل هذه التصريحات حتى تفتح عيون الشباب على شيوخ الفتنة، على الشيوخ الذين دمروا العالم الإسلامي بفتاواهم، ولا يزالون، ولا يزال الكثير من شبابنا المغفلين المساكين الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائرهم ويرفع من وعي ضمائرهم. أعزائي المشاهدين، نحن فتحنا نافذة فقط لننبه على خطورة هذه الجامعة الخطيرة التي حتما هناك العشرات من أو الآلاف يعني من حتى لا نبالغ أو المئات من هؤلاء المشايخ والدعاة الذين يعيشون بيننا، وعلينا أن نتفطن إليهم، والطريق إلى ذلك هو خطابهم. أينما يتجه خطابهم إذا كان في مصلحة الأعداء فهم هؤلاء الذين علينا أن نحذر منهم. إن شاء الله يتجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم بحول الله تعالى. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة، والشكر لضيوفنا الكرام، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. هذا منير بالقاسم يحييكم، إلى اللقاء.